بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العرب، إليكم التفاصيل متابعين لأول مرة. رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. نعلم أنه بعد المسيرة المذهلة للأخضر السعودي بتصفيات المونديال، فالجماهير السعودية تنتظر الموعد الخاص بالمباراة التي سوف تجمع كل من السعودية والأردن بأول جولة من مباريات ثالث مجموعة، وذلك بكأس العرب النسخة رقم 10 قطر 2021. والمنتخب السعودي يقوم بدخول اللقاء وغايته الانتصار والفوز، فهو يريد أن يحقق بداية رائعة في البطولة التي سوف يقوم بالحصول على لقبها مرتين، ويقوم بثاني مرتبة في ترتيب الدول التي حصلت على اللقب في البطولة، كما أنه عقب حصول المنتخب العراقي على اللقب 4 مرات في السابق، السعودية قامت بالمشاركة في البطولة في 6 نسخ قبل تلك النسخة لعب فيها 27 مباراة، كما أن انتصر في 16 مباراة بعدها تعادل ب4 مباريات وهزم في 6 مباريات. موعد مباراة السعودية والأردن، المباراة التي سوف تجمع كل من السعودية والأردن بالجولة الأولى من دور المجموعات التي تخص كأس العرب لعام 2021، سوف تكون في يوم الأربعاء الموافق 1 من ديسمبر 2021، الشهر القادم غدا، كما أن تلك المباراة سوف تكون في ملعب المدينة التعليمية، هذا بالإضافة إلى أنه من المرتقب أن تبدأ تلك المباراة في 10 مساء بالمملكة العربية السعودية، في حين أنها سوف تذاع في تمام 9 بتوقيت الأردن، كذلك سوف تذاع هذه المباراة في 7 مساء وذلك بتوقيت جرينتش، وكذلك في 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب وكذلك الجزائر، وسوف تذاع في 9 مساء بتوقيت ليبيا ومصر والسودان، وكذلك 10 بتوقيت مكة المكرمة وقطر والكويت والبحرين. أما في دول الإمارات وعمان فسوف تذاع المباراة في 11. مباراة الأردن والسعودية القادمة، يأمل المنتخب الوطني الأردني في تحقيق لقب كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، فهو يمتلك رقم متميز في البطولة، فالأردن أكثر البلاد التي قد ساهمت في كأس العرب، وذلك حوالي 7 مرات في البطولة، كما أن تلك المرة تكون المرة 9 التي يشارك بها، ويرغب كثيرا في تحقيق الفوز أمام المنتخب السعودي المرشح الأول للصعود عن المجموعة الثالثة، هذا بجانب أن هذه المباراة سوف تبث من خلال قنوات بي إن سبورت 1. متابعينا لو عجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.